السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد لوفر اكسيبسيونيل، اول مره كنشوفوا بحاله في القنوات المغربيه. عباره عن ابارت فيلا رويال، جات وصف من ريزيدونس سيكوريزي، فيها واحد الفصاله تبارك الله واعره بزاف. شاك بياس كنلقاو عندها واحد التيراس بانوراميك كبير. لا ريزيدونس تبارك الله فيها واحد لونتروتيان رويال، فيها واحد البيسين كبير برينسيبال، فيها واحد المساحات كبيره تبارك الله خضراء، تقريبا واحد 90% من المساحه الاجماليه ديال لا ريزيدونس كتبقى مساحه خضراء. بدينا التصوير من القلب ديال لابارتمون، الدخله بقات على يد اليمنى، واحد شويه غنرجعوا لها باش تفهموا الصاله مزيان. على الدخله كاين واحد الصالون كبير، اون فاز ديالو كاين صالون ثاني كبير، كاين هاد التيراس تقريبا في واحد دوبل تيراس بانوراميك، تيكون بالليل واحد المنظر هائل ملي تيكونوا الضواء شاعلين على وسط الريزيدونس وفي الجناب ديال التيراسات. حنا في الدوزيام ايطاج، لا ريزيدونس كامله فيها ار بلس 2، سكان فيها ما كثرش تقريبا. هنايا اغلبيه ديال لي زابارتمون كبار، كيكونوا تقريبا واحد جوج ديال لي زابارتمون بار ايطاج. لاسانسور راه طالع من الباركينغ حتى لديغني ايطاج. التراسات تبارك الله راه بانوراميك كاملين، كاينين شي ربعه بحال هذا الشكل هذا، جوج كيشوفوا في هذه الواجهه اللي كنا فيها دابا، وجوج كيشوفوا في الواجهه اللي اللور، الواجهه اللي من جهه البيسين. غادي نرجعوا للفصاله باش تبان لكم واضحه. هنايا هذا هو الصالون اللي دخلنا معاه، فيه واحد الشيميني اللي اون فاز ديالنا، هذاك هو الصالون الثاني. كيف ما قلنا لابارتمون كاين الامكانيه تبع بالفراش ديالها، وكاين الامكانيه تبع خاويه. الفراش اللي كتشوفوا راه كامل باقي جديد، شي حاجه رويال وباثمنه معقوله. غادي نشوفوا لي ديتاي كاملين دابا. الناس اللي بغاو يديروا لا فيزيت ولا بغاو شي استفسارات، سواء عند بروبريتير ولا لوكاليزاسيون ولا شي حاجه، النمره لتحت راه فيها الواتساب. هنا راه غتبان لكم لونطري ديال لابارتمون، الكولوار لي اون فاز ديالنا، هذيك هي الدخله الرئيسيه ديال الدار. باش توضح الفصاله، لونطري ديال لابارتمون كنلقاو هاد الصالونات هما الاولين، اون فاز ديالنا كنلقاو واحد الكولوار على اليمين فين كاينين لي شومبر، وعلى اليسار فين كاينه كويزين. لي بياس تبارك الله كاملين خايدين حقهم، لا من المساحه ولا من الشمس ولا من الاثاث. الصالون هنايا راه كنلاحظتو في الاول، السقف ديالو راه عالي تقريبا فيه واحد 5 متر ديال العلو. الشكل ديال لا ريزيدونس مبنيه اون تيغاس، غنمشيو دابا نخرجو ونعاودو ندخلو باش تبان لكم في صالة واضحة. الدخلة ديال لابارتمون هي هادي، كاين هنايا هاد الوسعة، جوج ديال لابارتمون باغ ايطاج، على اليسار هو فين كاين لاسانسور. الكولوار لي اون فاز ديالنا على اليسر ديالو فين كاينه لا كويزين، على اليمين ديالو فين كاين لي شومبر و لي سال دو بان. كاينين جوج الحمامات على برا، وشاك شومبر عندها الحمام ديالها لداخل، الحمام و دريسينغ. لا شومبر بارونتال جات على شكل سويت رويال تبارك الله كبير، غنخليوه هو الاخر.
لا تيغاس اللي كنا دخلنا ليه قبيله هو هذاك. غنمشي نشوفو دابا لي شومبر ومن بعد نشوفو لا كويزين، وفي الاخر ديال الفيديو غادي نديرو واحد البيتيت تور وسط من لا ريزيدونس باش تشوفو الشكل ديالها. هنا هذا راه صالون ثالث، عباره عن صالون ولا صاله مونجي ولا شومبر محلوله، اللي بغى يسدو يردو شومبر راه كاينه بوسيبيليتي، اللي بغى يخليه بحال هكا هما دايرينو كوم صاله مونجي بالتراس ديالو كذلك. التراس ديالو راه جا لاصق في التراس اللي كنا فيه في الاول. التراسات تبارك الله راه كاملين كيجيو بانوراميك كبار. الواجهه الثانيه ان شاء الله راه غتعجبكم احسن من الواجهه الاولى. الواجهه هذه هي فين كاينه لونطري برينسيبال ديال لا ريزيدونس، والواجهه الثانيه كتشوف في الوسط ديال لا ريزيدونس. الفيزافي راه ما كايناش، لا فيو عندها ديغاجي من الجويه كاملين. بالنسبة لك اللي مرا كينا سنتراليزي، هنا يا على اليسر هو الدخلة من دخلنا الكولوار اللي على اليسر. اون فاس ديالنا الباب الاول اللي على اليسر هذاك حمام، هو هذا، هذا هو الحمام الاول اللي غادي نلقاوه. كاين واحد الحمام ثاني صال دو بان في الكولوار مني غادي ندورو على اليمين، والحمامات اللي بقاو كلهم في لي شومبر. هاد جوج اللي كاينين هما اللي كاينين على برا، وما تبقى من الحمامات كاينين في لي شومبر. باش تبقى باينة الفصالة هاديك هي لا صال اللي كنا فيها قبيلة. على الارض كتبان لكم واحد الزربيه حمراء، هذيك هي اللي كدير لونطري ديال لابارتمون فين كاينين الصالونات. هنا على اليسر هذاك هو الباب ديال لا كوزين، غنخليوه هو الاخر. وعلى اليمين فيه مجموعين لي شومبر. الباب الاول على اليسر شومبر، الثاني على اليسر حمام، لي اون فاز ديالنا شومبر، وعلى اليمين كاين شومبر ثالثه. بالنسبة للمتراج والأثمنة، حنا دابا في أبارت فيلا 360 متر أبيتابل، زيد عليها جوج البلايص ديال الباركينغ. دوزيام إيطاج كاينين جوج ديال لي زابارتمون باغ إيطاج، ريزيدونس رويال جات في واحد لازون رويال فرميلات أحسن ما كاين في السكنة في طنجة، كتباع خاوية بسبعة المليون ونص ديال الدرهم. الثمن ديال الفراش ان شاء الله غيكون عندنا هاد اليامات، خلينا الناس يديروا واحد ليستيماسيون. الثمن ديالها كيبقى ثمن معقول. لازون هنايا كتباع ب 25000 درهم للمتر، على حسب البوزيسيون ديال لابارتمون، على حسب لافي. حنا دابا فراس السوق ديال البوزيسيون ديال لافي، والفصالات تقريبا راه كيجيونا كاملين بحال بحال، الفرق راه كيكون غير ما بين التحت والفوق. الفصالة ديالها كتجينا تريبل صالون، ثلاثة ديال لي شومبر كبار، واحد تبارك الله راه شومبر ضخم، وكاينه لا بوسيبيليتي دير شومبر الرابعة. الصالون الثالث اللي دايرين فيه هما صالة مونجي، هذا كيقدر يتسد ويولي شومبر. هذا هو الحمام الثاني اللي كاين على برا، والحمامات اللي بقاو راه كيجيونا وسط الشومبرات. الفيديو جا طويل واحد شويه، ما بغيناش نختصروا التصوير. لابارتمون تبارك الله كبيره، بغينا نوضحوها
بالشكل الكافي ديالها. كيف ما قلنا هاد الفصاد الثانية هي اللي كتشوف في الوسط ديال الغيزيدونس، وهي فين كاين البيسين. طبعا غادي نخرجوا راه غيبان لكم على اليسار. دابا غادي نشوفوا لا سويت رويال. سويت تبارك الله كبير، التراس ديالو كيشوف في الواجهه الاولى، فيه واحد دريسين كبير، في سال دو بان كبيره، والاسباس ديالو تبارك الله كامل كبير، لا من التراس لا من الاسباس شومبر ولا من الحمام دريسين. هاد لا شومبر واللي قبل منها راه فيهم دوبل فصاد. في البداية الفيديو قلت لابارتومون فيها دوبل فصاد، هي فيها ثلاثة. غادي نمشيو نشوفو دابا الدريسينغ، الحمام، ونهبطو نضربو واحد الدويرة وسط من الغيزيدونس، نشوفو بيسين، الدخلة، ونشوفو واحد الطريق من بين الطرقان اللي كاينين هنايا. هنا باش تبقى الفصالة واضحة، كاين بيت ورايا بيت، في اليمين ديالي بيت. الباب لي اون لي علي من هنايا بيت الثالث. الباب لي اون فاس ديالي كاينه كويزين، كويزين تبارك الله كبيره، وعلى اليسار في كاينين الصالونات اللي بدينا معاهم الدخله، اللي بدينا معاهم التصوير. اون فاز ديالي هنا راه كاين واحد البيت الخزين، فين كاين البيت ديال الخدامات عاوتاني. وهنايا لاسباس ديال لاكويزين، كويزين تبارك الله كبيرة.
هذا هو الكولوار اللي كانوا مجمعين فيه لي شومبر. وهذا هو الكولوار اللي مجموعين فيه الصالونات. لونتري ديال لابارتمون هي اللي اون فاس ديالنا. دابا حنايا في القلب ديال لا ريزيدونس، في كاين لا بيسين وكاينين جرادي. نعاودو نذكرو بالاثمنه والمساحه 360 متر ابيتابل اللي في التيتر، زيد عليها جوج البلايص ديال الباركينغ. دوزيام ايطاج كاينين جوج ديال لابارتمون باغ ايطاج، لاسانسور والباركينغ. حنايا جينا في الرميلات، الثمن ديالها 750 مليون خاويه. الناس اللي بغاو يديروا لا فيزيت ولا بغاو شي استفسارات، سواء من عندنا ولا من عند بروبريتير، النمره اللي تهضر فيها الواتساب. غنخليكم مع الكاميرا هذا الفيديو. تبارك الله عليكم.